بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البحث أيها الإخوة كما ترون مراحل خلق الكون بين القرآن والعلم. الكون وما بث في حناياه من مجرات ونجوم كما شاهدنا الصور قبل قليل كان مثار اهتمام الشعوب والحضارات السابقة جميعاً، فلقد نسجوا تصورات وخيالات حول مولد ونشأة الكون، حتى دفع بعض الشعوب القديمة إلى عبادة هذه النجوم، ربطوا عقيدتهم وعبادتهم بها فعبدوا الشمس والقمر إلى غير ذلك. ونحن أيها الإخوة في عصر تفجر المعرفة والثقافة، ينبغي علينا نحن المسلمين أن نسهم في نسج بساط المعرفة الثقافية الإنسانية. وأنا عندما كنت أعد هذا البحث رجعت إلى أكثر من 60 كتاباً في علم الفلك، علماء الفلك والفيزياء والرياضيات الكونية في العربي، وترجمنا بعضها، ووجدت أنهم يتحدثون ويركزون. لا يخلو كتاب من الكتب يتحدث عن علم الفلك إلا ويبدأ بنشأة الكون ومولد الكون، ووجدت أن هناك نظريات كثيرة تحدثت عن نشأة الكون، منها مجتر من عالم الخيال وعالم الجن، ومنها كما قلنا منسوج من تصورات من العصور الوسطى ساقوها ووضعوها في الكتب، ومنها أو الأغلبية الآن ركزت على قضية الانفجار الكون العظيم، حتى إن كثيراً من علماء الفلك المعاصرين اعتبروها حقيقة علمية مطلقة، وعلى رأسهم خلف أينشتاين ستيفن هوكينغ يقول بأن هذه القضية غير قابلة للنقاش، غير قابلة للتعديل. قضية الانفجار الكون العظيم هي مسلمة من مسلمات علم الفلك التي لا يمكن أن تتبدل، هكذا يقول. قبل أن نعرض التصور القرآني لمراحل خلق الكون والبيان الدقيق الرباني لهذا الخلق، تعالوا معي لنرى هذه الضجة الكبيرة حول الانفجار الكوني العظيم. ماذا تقول هذه النظرية؟ توصل عالم الفلك البلجيكي جورج إدوارد إلى نتيجة الانفجار العظيم. متى بدأت هذه النظرية؟ وأعلنها في عام 1927. وقد افترض في مستهل الأمر أن المادة الكونية كانت مضغوطة في حجم ضئيل للغاية أسماه البيضة الكونية، ثم تعرض ذلك الجسم لتمدد مفاجئ سريع وما زال يتمدد. ولما طرح بعده هابل قانونه في عام 1929 وشرح المشاهدات التي استند إليها، بدا واضحاً أن ذلك يجسد تماماً ما ينبغي أن يكون من شأن كون في حالة تمدد، وكون كل المجرات تبتعد عنا بمعدل أسرع كلما كانت أكثر بعداً، أمر ليس له أي دلالة خاصة تتعلق بنا وبمجرتنا. فما دام الكون في حالة تمدد فهذا يعني أن كل مجراته تتباعد عن بعضها. وقد التقط بعد ذلك الفيزيائي جورج غاموف فكرة البيضة الكونية وعممها، ثم أطلق على عملية التمدد الأولى اسم الانفجار العظيم، وما زال ذلك الاسم مستخدماً حتى الآن. يشير غاموف إلى أن الإشعاعات التي صاحبت الانفجار العظيم لابد أن يكون لها الآثار حتى الآن، ما يمكن رصده من أي اتجاه على هيئة موجات مايكروويف ضعيفة، لها من المواصفات ما يمكن تقديره حسابياً. وبهذا الاكتشاف انتهى علماء الفلك إلى الاقتناع بوجود الانفجار العظيم، فلقد تبين لهم أن الكون، وهنا الشاهد يا إخوة، أن الكون كان في بدايته حاراً وكثيفاً، وكان غازياً، وكانت مادته وإشعاعه ممتزجين معاً امتزاجاً يختلف فيه تماماً عما نعرفه عنهما من حيث تميزهما الواضح عن بعضهما. ويعود سبب الامتزاج إلى أنه في غاز ذي درجة حرارة مرتفعة يحمل الإشعاع طاقة هائلة، الأمر الذي يوفر إمكان تحويله إلى مادة. وهكذا فالإشعاع والمادة في بداية نشأة الكون سلكا سلوكاً لا يكاد يميز أحدهما عن الآخر، وهم يعتقدون أن درجة حرارته العالية أدت إلى الانفجار العظيم.
هذه النظرية كما قلت لكم، بل كما قال معظم علماء الفلك، حقيقة مسلمة. نستخلص منها ما يلي: أولاً، بدأ الكون على شكل كتلة حارة وكثيفة، وكان غازياً، وكانت مادته وإشعاعه ممتزجين. ثانياً، كانت حرارة درجة حرارتها، حرارة الكون، عالية إلى حوالي 10 بلايين درجة. وبالمناسبة استدل علماء الفلك على قضية الانفجار العظيم بأدلة كثيرة، منها تباعد المجرات التي رأيناها بالصور قبل قليل. الانتشار المجري شبه توسع الكون وانتشار المجرات وتباعدها عن بعضها البعض بقالب حلوى. عندما تضع القالب الحلوى بالفرن وعليه حبات من الزبيب، كلما انتفخ تباعدت حبات الزبيب بعضها عن بعض، فاستدلوا من هذا على أن المجرات تتباعد وعلى أن الكون يتوسع. ثم استدلوا من خلال الإشعاعات الراديوية التي صاحبت الانفجار الكوني العظيم بتحدب إشعاعها وطيفها نحو الأحمر على صحة هذه النظرية. وكان أينشتاين هو أول من فكر بنظرية الانفجار الكوني العظيم، ودرسها خلال الزمكان المعروف، ثم تراجع عنها وقال: هذا أكبر خطأ خطئته في حياتي، مما أدى إلى تلقفها من جاموف وهبل وغيرهم. الاستخلاص الثالث: مع درجة الحرارة العالية تم انفجار قوي. رابعاً، اندفعت بمقتضاه كل مادة الذرة الضخمة إلى الخارج، وبدأ بالتوسع كما قلنا، بتوسع المجرات، وهذا موجود في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن أيها الإخوة، هذا ما شبه أجمع عليه علماء الفلك من نشأة الكون. ونحن كما قلنا الآن ينبغي أن نسهم عندما يتحدثون في كتبهم ومراكز بحثهم. أنا دخلت على موقع الأمريكي ناسا، وجدت أنهم قالوا بأنها قضية مطلقة، يعني حقيقة غير قابلة للتبديل والنقاش. هذه هي الركائز التي ارتكزت عليها قضية الانفجار الكون العظيم، وهكذا يتحدثون عن نشأة الكون الأولى. ماذا قال القرآن؟ وماذا حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن أطوار خلق الكون، ونحن نقدمها على أنها حقيقة علمية قاطعة؟ رتبت مراحل خلق الكون من استلهمتها من خلال القرآن الكريم، مصطلحات قرآنية، وهذا ما ينبغي أن نفعله أيها الإخوة، أن ندخل المصطلحات القرآنية التي تأخذ دلالات علمية في أبحاثنا ودراساتنا العلمية التطبيقية. أولاً، سميتها مرحلة الرتق والفتق، والتي عبر عنها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. المفسرون، شيخ المفسرين الطبري وغيره رحمه الله، قال: كانتا رتقا، أي ليس فيهما ثقب، بل كانتا ملتصقتين. وكان الحسن وقتادة يقولون: كانتا جميعا ففصل الله بينهما بهذا الهواء. وفي القاموس المحيط في اللغة: الرتق ضد الفتق إلى آخره. إذن هذا التصور القرآني الأول أيها الإخوة، بأن السماوات والأرض، أي الكون وما بث في تضاعيفه وحناياه، كان كتلة واحدة متماسكة، كانتا رتقاً. الرتق هو التماسك ثم انفصلتا. لكن لسائل أن يسأل فيقول: ما هي طبيعة المادة الكونية الأولى؟ الرتق والفتق مما تكونا؟ يجيب القرآن عن ذلك، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وكما رأينا في قضية الانفجار الكوني، وهكذا يقول علماء الفلك وعلماء الفيزياء الكونية، بأن أصل المادة الكونية عبارة عن غبار كوني وسدم وغاز ودخان، وربنا سبحانه وتعالى سجل هذه الحقيقة في كتابه العظيم: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. من هذا الدخان توهجت هذه الكتلة واضطرمت ووصلت إلى درجة حرارية عالية، ثم انفجرت فانفصلت السماوات عن الأرض. إذن هذه هي المرحلة الأولى. نستخلص منها
أن السماوات والأرض في لحظة الخلق الأولى وبداية النشأة كانتا كتلة واحدة متلاصقة ثم انفصلت وتوزعت. 2. طبيعة هذه المادة التي تشكل منها الكون الدخان. هذا ما نستخلصه من بيان الله سبحانه وتعالى. 3. مرحلة خلق السماوات والأرض. هذه مراحل الخلق في القرآن يا إخوة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. لاحظوا الترتيب، خلق الأرض أولا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لا أريد أن أطيل، نستخلص النتائج من هذه الآية. أولاً، تم خلق الأرض بعد فتقها من الكتلة الدخانية في يومين، قال تعالى خلق الأرض في يومين. إذن الآية السابقة كانت تتحدث عن طبيعة المادة الكونية الأولى، كانتا رتقاً ففتقناهما، المرحلة الأولى. هذه المرحلة الثانية تتحدث عن الطور الثاني من أطوار تخلق الكون وهو خلق الأرض. إذن أولاً الرتق والفتق، ثانياً خلقت الأرض بعد هذا الفتق. تم تسوية السماوات السبع في يومين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وذلك بعد فتقها والانفجار والانفصال الذي اعتراها بعدما كانت دخاناً. ثالثاً، تم تدبير الأرض وتهيئتها وتسخيرها لتعيش عليها المخلوقات في يومين، وجعل فيها رواسي أي الجبال، وبارك فيها من الخير والأرزاق. ثالثاً، المرحلة الثالثة في تصور القرآن الكريم في كتاب الله من مراحل الخلق، مرحلة دحي الأرض. إذن المرحلة الأولى كانت الكتلة التي انفصلت، المرحلة الثانية خلق الأرض وتسوية السماوات، المرحلة الثالثة مرحلة دحي الأرض. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أريد أن أعقب على شيء مهم جداً أيها الإخوة في هذه القضية. كثير من الناس يتساءل أيهما خلق أولاً، السماوات أم الأرض؟ علماء الفلك خلال دراساتهم وقياساتهم للإشعاعات الراديوية التي انبعثت مع الانفجار الكوني العظيم، مكن علماء الفلك هذه الإشعاعات، مكنت علماء الفلك من دراسة وتحديد نشأة الكون، فقالوا الكون، عمر الكون من 10 إلى 15 بليون سنة، وعمر الأرض أقل من ذلك بكثير. نحن نقول التصور القرآني، الآيات القرآنية القاطعة تقول بأن الأرض خلقت قبل السماوات. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. إذن بعد الانفجار خلقت الأرض، لكن خلقت الأرض غير مدحوة، خلقت على شكل كتلة غير مدحوة. ثم خلق الله السماوات فسواها وبناها، المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة عاد إلى الأرض فدحاها. وهذا السؤال أو هذا الاستشكال طرحه أحد الصحابة على ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، قال أجد آيات في كتاب الله تستشكل علي، يقول الله سبحانه وتعالى أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها والأرض بعد ذلك دحاها. في هذه الآية تقرير بأن السماوات خلقت قبل الأرض، وفي سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء، فهناك يقول خلق الأرض أولاً قبل السماوات، وهنا يقول خلق السماوات قبل الأرض. فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما بأن الله عز وجل خلق الأرض أولاً، إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، هذا أولاً، لكنه خلقها غير مدحوة، ثم خلق السماوات، ثم عاد فدح الأرض. وهذا مما يزعج أن كثيراً من الباحثين يتعسفون في هذه القضية، وبرغبة شديدة منهم لتوأمة النظريات العلمية الكثيرة بالقرآن الكريم يذهبون ويجترون مذاهب نحوية كليلة، فيقولون ثم لا تفيد الترتيب، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء، يقولون ثم عاطفة لا تفيد الترتيب، ويقولون بأن السماوات خلقت قبل الأرض للتوأمة، وكي يقدموا للغرب
ما أقروه في نظرياتهم وليس في حقائقهم، ويثنون أعناق الآيات ويتعسفون في مذاهب النحو وفهم مدلولات الحق سبحانه وتعالى في الآيات، وهذا خطأ علمي كما قلنا، فهي نظريات وتعسف في التعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما نقدم للآخرين التصور القرآني حول خلق الكون نقدمه كما قرره ربنا سبحانه وتعالى، خلقت الأرض قبل السماوات، وهذا ما قاله ابن كثير والجمهور. رابعاً، مرحلة توسع الكون بعدما خلق ودحى الأرض، ودحيها أن يخرج منها مرعاها وماءها. وسع الكون والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. بالله عليكم يا سادة، أن قضية الانفجار الكوني العظيم التي استعرضناها واستعرضنا أسسها وما استعرضناه من كتاب الله عز وجل، ألا ترون توافقاً دقيقاً وعجيباً بينهما؟ قضية الانفجار العظيم يقولون كان الكون كتلة غازية حارة توهجت ثم انفجرت فانفصلت، ثم جاءت ثم تبردت، ثم جاءت الحياة على الأرض، ثم توسع الكون، واستدلوا على توسع الكون كما قلنا بتباعد المجرات وانحناء طيفها وتحدبه نحو الأحمر. وربنا عز وجل فصل لنا تفصيلاً دقيقاً في أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة، انفجرت، خلق الأرض، بنى السماوات، دحى الأرض، وسع الكون، اتفاق دقيق وعجيب سجله ربنا عز وجل ونزل على نبي كان يعيش مع أمة أمية بين بحار من الرمال، فصلى الله عليه وسلم. إخواني، أنا عندما قرأت لستيفن هوكينغ وغيره، أنا أذكر ستيفن هوكينغ قرأت له كتابين، موجز في تاريخ الزمان والثقوب السوداء والأكوان الطفلة، قال كلام أبكاني عندما تحدث على هذه القضية. قال: نحن توصلنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن الكون خلق قبل 10 أو 15 بليون عام. قال: عندما أتعامل مع هذه القياسات الفيزيائية والرياضية الكونية أذهب إلى الكنيسة فأجد اصطداماً شديداً مع ما توصلنا إليه من حقائق علمية، أقرأ في الكتاب المقدس فأجب ما كلاماً يستهجنه العاقل. ثم قال بعد ذلك: هذه الحقائق التي وصلنا إليها، هل يوجد من يدلني على أصل الخلق من غير ما توصل إليه البشر؟ إني حائر، إني حائر، إني حائر، هكذا قال في كتابه. فهلا أيها الإخوة الأكارم، عرضنا هذه الحقيقة في المجامع العلمية، حقيقة علمية أوردها ربنا سبحانه وتعالى بأطوار متلألئة وجميلة لا تتعارض مع عقل ولا تتعارض مع علم، بل تتوافق معه تماما. وسرني موقع الهيئة العالمية، وجهوا رسالة لنفس الشخص، قرأتها قبل أسبوعين، ستيفن هوكينغ وجه له رسالة: أنت قلت كذا والجواب كذا وكذا وكذا، فجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يجعلكم فاتحة خير أن تنشروا هذه العلوم الإلهية إلى العالم أجمع. وآسف على التأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.